حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم. حلقه جديده اليوم من صغار ستار، راح نتكلم احنا وياكم فيها عن اقدر اقول لا او ما اقدر. اليوم راح نخلي جميع تعبيرات الموجودين معنا في الاستوديو راح يتكلمون اقدر اقول لا او ما اقدر، وانتم برضو تقولون تقدرون تقولون لا او ما تقدرون. خلونا نشوف احنا وياكم مشاركتكم عن هاشتاج برنامج صغار ستار. اليوم نشوف البنات الموجودين معنا، يعطيهم العافيه، ونتعرف على الموجودات في الاستديو اللي موجودين منورينا. تعرف عليك؟ فهد. فهد ايش؟ مطروح. نعم. وانت يا عسل؟ مبارك تميم الدوسري. ونعم يا مبارك. وانت؟ ميران طيري. صبا العبلاني. ها؟ صبا العبلاني. خبا؟ صبا. نبا؟ صبا الف. صبا. حلو. اي صبا صد. حلو. لا صبا ولا بيات انت؟ صبا بس ما فيا. يلا وانت؟ أنا غلا فهد المطرود. ونعم والله. وأنت يا أم أسود؟ أنا؟ إيه. أنا اسمي سودة. ها؟ أنا اسمي تمارة. وأنت؟ إيه. أنا. طيب اليوم احنا عندنا موضوع حلقتنا أقدر أقول لا، صح؟ إيش تقولون؟ إيش مجهزين موضوع حلقتنا اليوم؟ يلا يا ميران قولي. أنا أقدر أقول لا، لكن إلا ماما وبابا. ماما قالت روحي غسل صحن أروح، قالت ماما أطلعي في الحاشة أروح أسوي كل اللي ماما تقولي عليه. وبابا إذا قال لي ميران نامي أنا ميران روحي أروح ميران لا صارخين، طبعاً إلا الصراخ أروح أصارخ. بابا يقول لي ميران لا صارخين كذا أنسى أروح صارخ ألعب كذا صوتي عالي. أما أنا أختي تقول لي ميران تعالي اقول لك مالي فاضيه، ما دام ان انت تبغاني انا اللي اروح ليش انت ما تروحين؟ تقول ميران. قلت لا كيفي انا حره، يعني ما شاء الله انت اللي ما تتعبين وانا اللي اتعب، انا ما اختك الصغيره المفروض انت تحترميني بعدين انا احترمك. قلت ميران وروح انا ما تعيد راسك كذا روح ايش تبغين. تقول خلاص بس كتب. وانت يا سبا يلا. انا دايما اخواني يقولون لما مثلا ارجع من المدرسه واكون لحالي كذا ما اشوف الا واحد من اخواني قايم، يقول مثلا يقعد يلعب ثاني ها يقول روح جيب الماي، اقول له قم جيب لنفسك، عندك رجل عندك يد روح جيب لنفسك، يقول احترم اللي اكبر منك روح جيبي لي، اقول له وراح اركض. حلو. وانت يا فهد يلا. إذا أقول لا إذا كان يعني أقدر أقول لا بالوقت اللي نقدر أنه مو زي يعني أي ناس، طبعا كبار ما نقول لهم لا، صغار عاد بنقول لهم لا يعني ما عندنا مشكلة يعني. أما إذا جينا بنقول نعم أكيد بنقول للكبار مو بالصغار. صح. حلو. وأنت شلون تقدرين تقولين لا دائما لما تقول لك ماما وبابا؟ لا. إيش تقولين طيب؟ قل ان شاء الله. سميه ان شاء الله. طيب تقدرين تقولين لا في مو بلازم ماما وبابا، يعني تقدرين تقولين لا لاي كان يعني؟ لا ما تقدرين. ما اقدر. مو ماما وبابا، اي احد يعني قال لك مثلا ابغى شيء وانت ما تبغى تعطينه تقدرين تقولين لا؟ لا بقول لهم اي. شلون تقولين ما تبغين تعطينه؟ والله الا الحرامي. ايه ايش تقولين له؟ اقول والله لا تلمس لو حبه خاب والله ما اجيك. ليش؟ بس عشان والله يسرقني. ايه طيب الناس لازم انه نقول لا في حياتنا، لازم نقول لا صح؟ اكيد. والاشياء وش اللي تقولين لا مثلا؟ زي 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 مثلا اذا كان مثلا يعني بنت صغيره ايه فقيره يعني ما بقايلت لها لا وين صح؟ يعني بقول احد زي حرامي زي مثلا ايش اقول لك؟ لا اقصد من اللي تقولين من اللي تقولين لا؟ بنات عماتي والله اقول لهم. بنات عماتك من هم؟ نوره ايه؟ وفوفا ونوره. ليش طيب تقولين لهم لا؟ ليش؟ وريما. ليش طيب تقولين لهم لا؟ بس عشان هم يقولوا لي الا اقول لنا عمتي، انا ما اقول لهم عمتي لانهم تو صغار. يقول هذا لي ريما في خامس ونوره في خامس وفوفا برابع وما اقول لهم عشانهم صغار عماتك. اي
صغار سنه كم؟ رابع وحده في خامس، وانت ما تبي تقولين لهم؟ اي في عماتي ثانيين كبار. لا الصغار ما تبي تقولين لهم عشانهم صغار ولا عشان ايش؟ اي عشانهم صغار بقول لهم والله هايط عليهم، اقول لهم لا وين؟ اي عاد تقولين للناس اذا جو قلت شوف انا ترى عماتي، ما اقول لهم يا عمه. لا والله استحي، انا ترى حرمه. ايه كيوت. ايه ايش بعد؟ زي كيوت انا نوره. الله، طيب وانت يا ميرال؟ يلا. أنا بنات خالاتي يقولون، هم بنات خالاتي يقولون ميرال، يعني ميرال أرقي فوق مع بنت خالتي هي تنور، أرقي فوق مع، يقول خلي حزامي، يقولون أرقي فوق أقرأ أرقى تخاف هي. هي الحين ما تخاف من لما تسكر الباب، الحين تخاف انها ترجع لحالها. الحين اخواتي يقولون لي بنص الظلام بيتنا، من انا روحي كذا صاروخ، لا اقول لهم لا ما تخافين. طيب لا يقولون لا، بعدين يقولون ميرال ميرال، بعدين قلت لها صوت ايش كنتي تو؟ تخوفين انت خوافه؟ لا صرت اخاف لما طب علينا الحرامي، بعدين صرت احد ولا امسك ولا نقطه. ليش طب عليكم حرامي اول؟ اي هذا السيكل اذا الحيوان كسر كل اللمبات. اوف حرامي طب عليكم؟ ايوه. شلون طب عليكم؟ حتى خالي طب عليك ما ادري مع شكل احد كذا تلفزيون، هي كبره كبره شاله وطلعه وفك المسمار كل شيء وخذاه. طيب بسالك الحين، انت قد طب عليكم حرامي في البيت؟ ايوه. شلون؟ كنا عندنا مسافرين على طريقنا جايين، ها لقينا والله في يزين رجلينا صغيرين وبي صغير. اي وشلون درسوا طب عليكم حرامي؟ ما ادري والله كذا طب، حتى رجلينا هذه كبرها ربع. حرامي صغير ولا كبير؟ ما ادري بس رجله صغيره، شكله لابس جزمه يلعب علينا، لابس جزمه صغيره. صحيح والله. في واحد انه بيتنا في قدامنا، قلنا قدامنا المسجد استلم منه في بيت، ها عيال. ذاك المره طبع له واحد شفناهم في الشارع من قبل هذا وماخذين قاطعين شجره. حلو شجرة. وانت تدري بعد طب عليكم حرامي؟ لا طب. شلون عرفت ان طب السلم؟ يعني عند السلم هذه اختي. عندك اختك مو بخوك هذا؟ لا انا مو بخوي ولا اعرفه. احس بعرفه لان شارك معك قبل شوي في السواليف. يمه. ايه. يا ولي ولا. ايه طيب وانت يا سبا يلا. قولي. انا دايم اذا في احد دايم يقول لي شيء دايم اقول لا. مثلا جت صديقتي وقالت لي السعد. وصديقتي الثانية قاعدة تشوفنا وحنا وأنا قاعدة أقول لها، تجي صديقتي تقول وش قلتي لها؟ هي وش قالت لك؟ أقول لا هذا سر ما راح أقول لك كذا ذا. بس وأنت يا حبيبتي؟ أنا يعني إذا يعني جاء أحد كذا يعني جاني كذا يعني يقول إيش تبغون يعني إيش تبغى؟ يعني إذا جتني يعني أحد كذا من عماتي وخالاتي وكذا. اي جو يعني يبغون يقولون لي شيء او ما يبغون، انا ما ابغى يقول. حلو بعدين. طب اذا قالوا لك طيب شيء هم ما ادري عنهم ايش يقولون، اذا قالوا احسهم يقولون كنا شيء يعني غريب. وانت يا تماره؟ يلا يا تماره قولي. اذا انا يعني هذا يعني هذا الشخص يبي يقول لي شيء وانا ما ابي احد يقول لي شيء، مثلا اقدر انا اقول لا، مو غصب اني اقول لا. ايه يعني ايه وبس. حلو وانت يا اميرال؟ يلا كمل السالفه حقتك. خلاص انا قطعناك، معليش قطعنا السالفه بس اصلا خلص. ها شلون؟ تخلص بلاحه. ليش؟ ما شاء الله قرقر كثير تقرقر. ايوه هي اول واحده متقرقر. يلا يا ميرا قولي. خلاص يلا يا رند نشوف رند، تفضلي طعامك. انا ما اقدر اقول لا. ليش؟ لا يعني اقولها بس يعني احيانا اقولها يعني ما اقولها كثير. ليش ما تقولين كثير؟ يعني
أنا ما أقول لماما ولا أقول لبابا ولا أقول لك أنت حيان. مين تقولين أجل؟ يعني أقول رفيفي أو أخواتي الكبار. لا أخواتي الكبار لا. يعني ترى يعني خلاص شوي بصير شغال يعني في البيت، ما باقي لي للطبخ معاهم بس يعني كذا. هم يعني كل شيء رفيف تقول رند روحي جيبي لي مويه الله يعطيك. اقولها حاضر. اقول وش تبين بعد؟ قالت خلاص لا بس اطلبي لي من ماكدونالدز. اقول طيب طيب. انت تشتغلين بس لهم؟ ايه. ما تقولين لهم لا؟ احيانا. ما صار يوم من الايام قلت لهم لا وكذا؟ احيانا. وش الموقف اللي قلت له؟ يعني مره قلت لهم لا، كانوا هم زعلين. قالوا لي راح اجيب مويه. قلت لهم طيب خلاص راح اجيب لكم. بعدين المويه كذا جنبنا، جنب يعني مو المويه، المهم المطبخ جنبنا، فهم في غرفتهم، المطبخ جنب يعني غرفتنا. وبعدين جيت بيعطيهم، ابغى اجيب لهم المويه، يعني اذا جيت بجيب لهم المويه ما اسحب عليهم. طيب انتم اذا بغيتوا شيء واحد قالكم لا، ايش بتسوون؟ يلا يا سبا. بقول له طيب ليش قال لا؟ اذا قال انت روح جيبي لك، بقول اجل خلاص اذا انت قلت لي شيء ما راح اجيب لك. وانت يلا اذا حد قالك لا وانت شيء تبغينه؟ شيء ابغى عادي اروح اقول زي صبا، انا ابي اروح اجيب لي، انا اروح اجيب لي مكتوبه الا انت لازم تروح تجيب لي عادي، مني متفشله ولا راح يصير شيء. تفضلي تمام. ميرا انا اذا هو قال لي روح جيب لي مويه، اول شيء اني اقول له لا. الحين انا يلا اخدم نفسي بعدين روح تكلم. الحين انت كل يوم انت تروح تجيب لك مويه، تروح تجيب لك كل شيء، تطلع وانا منحكره في البيت بغرفتي. بعدين هو يقول لي ميرال روح جيب المويه، اقول انطم اقول انطم اقول انطم ويقلع الله انقلع من وجهي، انقلع 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 يروح. بعدين بالبداية تجي اختي تقول لي ميرال روحي جيبي لي هذا البطاطس، اقول لها اقول امي انقلع. تجي اختي تقول لي اخوك جي روح جيب لي كذا، خير تراكم ازعجتوني ابو راس. بعدين تجي اختي تقول لي ميرال روحي جيبي لي مويه، اقول اروح اجيب لك الكذب شاب. اذا انا قلت لك روحي جيبي لي مويه تروحين تجيبي لي، اخدمك انت تخدميني. قالت طيب خلاص. طيب اذا احد قالكم يلا وش يلا نكمل؟ اذا انا احد قال لي لا وقلت له اجيب لي شيء، اقول اذن رفيف في اللي يصير لي زي كذا، اقول له ما تذكرين انا دائما تراني والله اني انا شحنت لك ايبادك، انا جبت لك من زمان، ما تذكرين يوم قلنا اني انا عندي بس باقي لي الحين امرين، بس الحين باقي لي امرين ترى، انت عندك مليون امر عادي. عادي تطلبين تسوي نفسك حزينه ومسكينه وضعيفه ها؟ لا بعدين اروح اتدحرج وكذا عشان ترحمني، بالاخير اصلا ما ترحم احد. طيب يا اخي تكهر. وانت يا فهد يلا. اذا يعني احد ملف جايب لي مويه بقوم انا عندي رجل وعندي يد. حلو. واتكلم معه بهدوء عشان يجيب لي. واتكلم معه. طيب واذا امك وابوك قالت لك لا والله على شيء تبينه انت وتحبينه، شو تسوين؟ اقول ان شاء الله وبعدين نصيح. وانت يا حبيبي انت ما سمعناك، يلا قول. ما عندك شيء؟ لو واحد قال لك لا وش بتسوي؟ وانت تبغى هذا الشيء وش تسوي؟ بقول ابي. ها؟ بقول ابي. وبعدين؟ طيب قال لك لا والله ما في، وش تسوي؟ ها؟ سوي. يلا ميران ها شو عندك؟ انا اذا ماما قالت لي لا اترجعها، ماما تكفين ماما تكفين ماما تكفين ماما تكفين ماما ماما لا
اترجعها اترجعها اترجعها، وعندي مدرسه اترجعها، تقول روحي نامي، ماما بدك فين ماما، اترجعها اترجعها اترجعها، لما يجي الصبح توافق. طيب انت عندك مدرسه؟ بقول مساء، تقول لي بكره واروح المدرسه وانا فرحانه كذا فرحانه. اخر شيء انام في الفصل، وخلصت المدرسه وانا نايمه في الفصل، جت الفصحى جا وقت طلع استاذ قومي، استاذ علمت ماما بكل شيء، تجي ماما تقول ما في هذا الشيء، وراح غرفتي وراح علم اخواتي، على الاقل اخواتي يعني بعض من اخواتي يقولوا نفس ماذا ما تهاوشني، ما تهاوشني على الاشياء الغلط، اما ما تهاوشني على الاشياء الصح. نفس اقول انا المدى ما تكفي نشتري لها، تقول ان شاء الله بعدين، اوكي يجي بعد يجي بعدين، اقول مساء تقول بعدين بعدين، واروح اقول ماما ما وافقتي تقول ايوه بعدين 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 بعدين، متى بعدين؟ بعدين 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 بعدين، ان شاء الله اذا دخلت الجامعه اي يعني انا الحين ابغى مسمار، ماما تقول لي بعدين بعدين، اذا دخلت الجامعه ماما تقول لي خذي مسمار، قلت يا ماما انا كبيره كيف العب بتباربي؟ والله انت دخلت الجامعه ادري توك، انت الحين في الجامعه تدرسين؟ لا اذا دخلت الجامعه اذا دخلت رابع وخامس ثالث كذا يعطيك العافيه. الحين انا في اولى، كيف ادخل الجامعه على طول؟ توك انت في اولى؟ ايه ولا شرعي؟ انا لسه راجع. ولا علمي؟ شرعي ولا علمي؟ ولا شرعي. طيب خلينا نروح الفاصل ونرجع لكم ونكمل وياكم فقراتنا في صالة ستارز.